بسم الله الرحمن الرحيم. إفرادك المعبود بالعبادة مع الحضور هو صدق النية. يريد رحمه الله تعالى أن يعرف الصدق في العبادة، يعرف الصادق في عبادته، يعني إفراد الله تعالى اللي هو المعبود بالعبادة، أن يكون الشخص لا يعبد إلا الله وحده مع حضور القلب. هذا هو الصدق، هذا هو صدق النية. من تحلى بهذا فهو صادق، من اتصف بهذه الصفة فهو صادق في عبادته. سئل المحاسبي عن علامة الصدق فقال: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقل الذل من حسن عمله، ولا يكره أن يطلع الناس على السيء من عمله، فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم. وليس هذا من إخلاص الصديقين؟ يعني هو لا يبالي إلا بإخلاصه لله تعالى، سواء يستوي عنده إذا مثلا كانت له منزلة في قلوب الخلق أم سقط من قلوب الخلق، لا يبالي، إنما يبالي بإخلاص عبادته لله تعالى. ورسم إخلاص عبادة الشكور إفراده بها ولو بلا حضور. الآن يعرف الإخلاص، الإخلاص لله تبارك وتعالى. قال لك: ورسم معناها حد، والرسم اللي هو الحد، إخلاص عبادة الله تعالى حد، معناها تعريف الإخلاص في عبادة الشكور، وهو الذي يجازي بيسير الطاعات كثير الدرجات، اللي هو الله تبارك وتعالى. إفراده تعالى بها اللي هي العبادة، يعني يريد بها عبادته التقرب إليه تعالى دون شيء آخر، هذا هو حد الإخلاص. ولو بلا حضور فيها، ولو كان بدون حضور قلب فيها، المهم أنه يعود قصد وجه الله بهذه العبادة ولو مع عدم حضور القلب. وأما الصدق فهو كما تقدم قصد وجه الله وحده بالعبادة مع حضور القلب. فهذه مكارم الأخلاق مع الجليل الملك الخلاق. هذه قال لك المقامات وما معها من الإخلاص والصدق. مكارم الأخلاق معناها محاسنها مع الجليل، الله تبارك وتعالى الملك الخلاق، هي مكارم الأخلاق، ينبغي للإنسان أن يتصف بها وأن يحافظ عليها، يستمر بها في مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، وعن بها مع الوعظ ارحم مكفوفي يداك واحتمله منهم ملطفي. وعن بها معناها اهتم بمكارم الأخلاق، مع الورى معناها مع الخلق. نعم، كن صاحب مكارم أخلاق مع الخلق، أرحم لهم ترحم، أرحم ترحم كما ورد، تعاملهم بالشفقة عليهم والرأفة والرحمة على الصغير منهم، والحرمة للكبير، والحرمة للكبير، والشفقة على العاصي، والتواضع للمطيع، والإحسان لمن أساء، والدعاء له بالصلاح من غير حقد عليه ولا ذلة لأحد. وكفي أذاك واحتمله منهم ملطفي. طيب، وكف عنهم أذاك، كف أذاك عن الخلق، وكفي أذاك عنهم. نعم، يأمرك بكف الأذى عن الناس. الزبيدي قال: بعض العلماء الأسباب المقتضية لسوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى أربعة: التهاون بالصلاة، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين، وأذى المسلمين. احتمله منهم، احتمل أيضا الأذى من الناس، احتمله منهم معناها اصبر، اصبر على أذى الناس لك. نعم، قال كعب الأحبار: لا يوصف بالصبر إلا من صبر على أذى الناس ولم يقابلهم بنظير ذلك. والطفي معناها الطفي بالخلق،
معناها الفرق بهم بل بجميع الحيوانات عاقلة وغيرها. نعم، ففي الحديث إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله، هذا الحديث في البخاري. نعم. سور المقامات إذا يرص بالقلب لا يعدو عليه اللص. طيب، قال لك سور المقامات، السور الحائط المشتمل على القرية الذي تتحصن به من الأعداء، هذا السور اللي محيط بالقرية يحميها من الأعداء، هذا السور إذا اتخذت سور من المقامات، هذه المقامات التي تقدمت، اتخذ الشخص منها سور ورصه بقلبه، يعني ألصق بعضه ببعض كأنهم بنيان مرصوص، لا يعدو عليه، معناها لا يظلمه ولا يذهب عليه اللص اللي هو الشيطان، اللص مثلث اللامي. قال الله تعالى: ليس لك عليهم سلطان لعبوديتهم وتوكلهم. قيل لعارف: كيف جهادك للشيطان؟ قال: وما الشيطان؟ صرفنا همنا لله تعالى فكفانا غيره.